الماتشات دي هي اللي بتجيب خبرات يعني. ايوه الماتشات دي بتجيب خبرات. علاقتك ايه بقى بالكابتن شوقي غريب انت كلاعب؟ يعني في انا دايما اقول ايه، انه اللاعب اللي بيشارك طول الوقت بشكل اساسي يحب المدرب، اللاعب اللي ما بيشاركش بشكل اساسي يزعل من المدرب وما يحبوش. انت علاقتك ايه بالكابتن شوقي غريب؟ بصوا بتاعت ان الكابتن شوقي انا علاقتي بيه المفروض من 2015 كابتن شوقي كان ماسك المنتخب الاول وخدني معاه في معسكر المنتخب، ويعني انا اول مره اروح المنتخب الاول كان مع الكابتن شوقي، فعلاقتي بيه من اكتر من 7 8 سنين يعني. كان وقتها عندك كام سنه؟ يعني كان وقتي 18 سنه 19 سنه كده يعني 19 سنه كده، كنت لسه في المقاولين قبل ما اروح الزمالك. وانا نفسي اتفاجئت بموضوع ان انا اروح المنتخب، كنت ماشي كويس في الدوري وماشي بشكل كويس، بس اتفاجئت ان انا رحت المنتخب معاه يعني. ودلوقتي بقى العلاقه عامله ازاي؟ لا علاقه زي ما هي، كابتن شوقي من المدربين الكبار، انا بحترمهم بحبهم جدا جدا، وكمان لما يجي نادي المقاولين ويعمل النتائج دي اكيد انا مبسوط ان انا بتمرن معاه يعني. اكيد بتتضايق لما بتبعد عن التشكيله الاساسيه؟ مش بتضايق، اي حد اي لعيب في الدنيا بيحب يلعب بشكل اساسي وبيحب يشارك. انا من نوعيه اللعيبه دي، يمكن يعني انا ما بحبش اعيش دور موظف في اي نادي. بتضايق اكيد، بس في نفس الوقت دي وجهه نظر فنيه بحترمها. لا مش عامل مشكله يعني، لا خالص والله يعني. انا مش من نوعيه اللعيبه، انا لعبت في بقالي كام سنه بلعب، ما بجد ما حصلش مني ولا مشكله لاي حد. ده حقيقي، فاكيد مش هعملها مع كابتن شوقي اللي بمعنى صح هو مربيني يعني. فلا يعني انا بحترمه وبقدره طبعا جدا جدا، وانا كلاعب كوره في الاول وفي الاخر محترف، بلعب بقعد بخرج، دي وجهه نظر فنيه. بمناسبه ان انت لعبت مع كابتن شوقي غريب مع منتخب مصر في 2015، هل كابتن شوقي غريب، دايما بقول الكلام ده حتى بيني وبين اصدقائي يعني، هل ظلم في هذه الفتره؟ بصراحة يعني يمكن انا معيش مع الفترة دي كلها، مرحلة انتقالية من جيل لجيل يعني. مرحلة انتقالية كانت صعبة قوي يعني. يعني انا واحد من الناس، انا كلاعب يمكن اقول لك انا ظلمت في الفترة دي. انا لسه طالع، بس انا مش هقول لك انا كلاعب لان انا كان سني صغير ولسه كان بالنسبة لي البداية، بس اللي انا شفته لا الموضوع كان يعني مقارنة بدلوقتي لا الموضوع مختلف تماما يعني. المنتخب دلوقتي عن المنتخب الاول، المساندة، الاعلام، حتى الجمهور نفسه، ثقته في اللعيبه، يعني حاجات كتير تغيرت تماما في 2015 عن دلوقتي. وبالتالي على فكره يعني حتى في ظل الظروف اللي كانت بالنسبه لنا يعني مش احسن حاجه، احنا في ماتش تونس انا فاكره ان احنا لو كسبنا كنا هنروح افريقيا، وكان كل ده هيتنسي عادي صح جدا صح. وماتش يعني كان تحصيل حاصل يعني بالنسبه لمنتخب تونس، بس ما حصلش نصيب يعني وما صعدناش يعني. دي كانت فترة طيب.